حياكم الله. في أول زيارة له بعد تسلمه المنصب، وصل وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري إلى العراق على رأس وفد كبير في زيارة تستمر ليومين، وذلك لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين، إذ انطلقت المحادثات من بغداد، حيث التقى باقري بعدد من المسؤولين العراقيين لبحث القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس للغاية تمر به المنطقة، حيث تسعى الدول المجاورة لتعزيز الاستقرار الداخلي وتقوية العلاقات الثنائية لمواجهة التحديات المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، كانت القضية الفلسطينية محوراً رئيسياً في كل المناقشات، حيث تسعى الدول لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.